السلام عليكم كيفك؟ بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد العجينه ديال البيتزا. غنشارك معكم بيتزا كامله، غنصور معكم هاد العجينه، راه كتجي واعره وزوينه ورطبه. عندي هنايا درت جوج زلاف ونص ديال الفرص وزلافه ديال الفينو. كاين اللي كيدير الفرص بوحدو، انا كيعجبني فيها الفينو باش كتجي شويه حاجه. ودرت معلقه كبيره ديال حليب غبره، معلقه كبيره ديال الخميره، وغادي ندير واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده، سكر حبيبات، وغندير الملحه على حسب الذوق دائما. انا درت الملحه، وغندير جهد معلقه ديال زيت الزيتون او جوج معالق، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر وشويه ديال البزار، غير التنسيم. البزار والزعتر غير كنسمو بهم، راه كتجي هاد العجينه زوينه بزاف بزاف البنات. واخا راه عندي بزاف ديال العجينات، المهم هادي كتجي زوينه بزاف. واحد بنت اختي ما بغاتش تسكت، ندير المونتاج ما بغاتش تسكت. هنايا واحد شويه ديال البزار، غير شويه صافي. وكنعجنوها بالماء دافي ونخليوها تخمر. انا راه كنعجنها، نجمع العجينه بالماء دافي. صافي غادي نعجنها مزيان. كتبغي دليك؟ هادي راه دلكوها مزيان وعجنوها وتكون العجينه بين وبين، ما تكونش قاسحه وما تكونش تاني مرخيه بزاف. صافي انا كندلكها. صافي غادي نحطها هنايا، وغادي نرش عليها شويه ديال زيت الزيتون زنابيل. صافي البنات، خليت هنايا العجينه كتخمر، وجبت درت هنايا في الحشوه. غادي ندير غير واحد ثلاثه الفلفلات الوان، قطعتهم على هذا الشكل اللي كتشوفوا. واحد البصله قطعتها حتى هي هكا رقيقه. عندي هنا مطيشه سلقتها، وكانت عندي هذه في الفريغو، سلقتها وطحنتها بالطحانه اليدويه، ونص معلقه ديال الطوماط كونسونطري مطيشه الحك، وواحد المعلقه ديال زيت الزيتون. درت معلقه هنا ومعلقه في لاصوص، ومعلقه في الفلافل والبصله، وشويه ديال الملح على حسب الذوق. داكشي اللي درت هنا كنديرو هنايا، بحال اللي درت في لاصوص كنديرو في الفلفله، وشويه ديال البزار، وشويه ديال الزعتر. هادشي اللي كيدار في الزعتر ولا ورقه موسى، المهم باش ما بغيتي تنسمو. التحميره راه كنديرها غير في لاصوص على حسب اللون. هنا راه غير غلط ودرتها في الفلفله، راه ما كنديرهاش في الفلفله. هي اصلا الصوص الاصليه ديال البيتزا راه كدير فيها غير البزار والملح وزيت الزيتون والزعتر، اولا شي حاجه بغيتو تسمو بها. صافي ما كيدارش فيها الثومه، ما كيدارش فيها الربيع، ما كيدارش فيها سكينجبير، الكركم، التحمير، هادشي ما كيدارش فيها. صافي وغادي ندير شويه ديال الزعتر. هاد الفلفل والبصله راه ماشي كنطيبهم، يطيبوا غير حتى كيعرقوا شويه وكنطفيو. بعض المرات راه كنديرهم انا غير حدا هاد البيتزا، غندير ليها نص طيبه عاد نعمرها. اما ملي كنبغي ندخل البيتزا بلا ما تكون، بلا ما ندير لها نص طيبه، راه كندير هادشي كله خضر فوق منها. صافي وزدت واحد جوج ورقات ديال سيدنا موسى في صوص طوماط، وغادي نطيح هادشي مزيان، نديرو تشحر واحد شويه طيح. وهنا عندي واحد 500 غرام ديال الكفته ديال بيبي لدند، حتى هي غندير فيها نفس التوابل اللي درت في مطيشه وفي الفلفله والبصله، ولكن راه ما غاديش ندير التحميره. انا كندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملح،
على حسب الذوق، شوية ديال الزعتر، غادي ندير هاد الشحار فوق البوطة، غندير واحد شوية ديال البزار، وغادي ندير هاد الشحار. هنا البيتزا خمرات، هادي اللولة، راه كنرش الفينو من التحت وكنقرصها المهم بالفينو باش كتجي شوية حرشة وكتجي زوينة. البيتزا دائما قرصوها بالفينو ماشي بالفورس باش كتجي حرشة من التحت وكتجي زوينة، كتجي بحال ديال المطاعم كتجي مقرمشة. غادي نسرحها مزيان وكنديرها في بلاطة كطيب غير نص طيبة ونخرجها، حيت ما غاديش حيت هنا طيبتها بكري وما غاديش ندخلها للفران حتى نبغي تقرب المغرب، داكشي علاش درت لها نص طيبة ماشي دائما كندير لها نص طيبة. صافي هنا سرحتها في بلاطة، غادي نثقبها مزيان بالفروشيط وندخلها طيب نص طيبة. نرى كنحاول نقرص ليها الجناب لحقاش هي راه كت ما فيها الخميرة، صافي انا راه تنقول لكم غادي نثقبها، هي نثقبها بالفرشه صافي ديتها الفران طيب. وهنايا هذيك الكفته راه كنشحرها هنا راه تشحرات صافي، وما طيش راه كنتسناها غير تشرب حيت هي اصلا طيبه غير تشرب داك الماء تدخل فيها ديك التوابل صافي. راه درتها درت نص طيبه وخرجتها من الفران، وهذه دابا راه الثانيه، هذه راه كان حتى هي سرحتها بنفس الطريقه، وكان ها هي الاولى هذه راه صافي غادي ندخلها حتى هي. وهنا الاولى راه كنعمرها بلاصوص صافي. هنايا غادي ندير هاد البصله، راه ما كنطيبهاش انا مزيان هي، و غير كنطيحها شويه، كنحاول نطيحها غير شويه صافي. بعض المرات انا كندير هكا ما طيباش، كنقطعها وندير ملي كنبغي ندخلها هكا الفران كنقطعها ونديرها ديريكت ما طيب ماشي مشكل. نسيت ما درت شويه ديال السوداني، غادي نديرها ليها من فوق. انا غادي ندير واحد شويه ديال الفرماج، عاد غندير الكفته. غادي ندير عليها الكفته، صافي ندير زينه بالزيتون. زيد شويه ديال الفرماج بالفوق، وغندير شويه ديال الزعتر وشويه ديال زيت الزيتون من الفوق،
شويه ديال زيت الزيتون صافي، وغندخلها للفران. غنكمل الاخرى نرجع معكم. صافي هنايا غادي ندير هاد البصله، راه ما كنطيبهاش انا مزيان، هي غير كنطيحها شويه، كنحاول نطيحها غير شويه صافي. بعض المرات انا كنديرها كاع ما طايباش، كنقطعها وندير، ملي كنبغي ندخلها كاع الفران كنقطعها وندير ديريكت ما طيب، ماشي مشكل. نسيت ما درت شويه ديال السوداني، غادي نديرها ليها من فوق. انا غادي ندير واحد شويه ديال الفرماج، عاد غندير الكفته. غادي ندير عليها الكفته، صافي ندير زينه بالزيتون. زيد شويه ديال الفرماج بالفوق، وغندير شويه ديال الزعتر وشويه ديال زيت الزيتون من الفوق. شويه ديال زيت الزيتون صافي، وغندخلها للفران. غنكمل الاخرى نرجع معكم. صافي هنا هادي راه الثانيه، راه درت ليها لاصوص ودرت الفلفله والبصله، وهنايا النص غادي ندير فيه الكفته، والنص غندير فيه الطون. نص كفته ونص الكفته، غير حيت شاط ليا ودرت هكا النص هكا ونص هكا. صافي هنا عندي واحد الحك ديال الطون، حيت ليه الزيت وغادي نديرو هاد. درتها حاره يا البنات، درت عليها شويه ديال السدانيه من الفوق، حاره كتقطع هادي. وحده درتها حاره وحده درتها عاديه. صافي الله يجعل البركه، شويه شويه كذبنا عليها مسكينه الطون. وكندير شويه الفرماج البنات على ندير الزيتون من التحت، عاد كندير ثاني من الفوق الزيتون. صافي وغادي ندير الزيتون. صافي غنزيد الفرماج، نزيد عليها الفرماج صافي، ونرش عليها الفرماج. هادي غادي نحك عليها واحد شويه ديال السوداني. هنا راه عندي موزاريلا مخلطه مع فرماج احمر، كنجيبهم وتنحكهم ونجمعهم، نقسمهم في ميك بلاستيكات ونخشيهم في الكونجيلاتور. صافي
صافي غندير عليها الزعتر شويه زيت صافي غندير عليها حتى هي الزعتر وسميتو. الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا هذه الاولى راه كتجي بهاد العجينه كتجي فنه، غير جربوا هاد العجينه كتجي زوينه. واخا انا كندير بزاف ديال العجينه ديال البيتزا ولكن هذه كنعتمدها اكثر حيت كتجي رطبه وزوينه. انتما شوفوا من التحت مع فرشت ليها قرصتها بالفينو عرفتوا راه كتجي حرشه وزوينه ورطبه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. وحتى ديك الثانيه راه درتها شويه مقرمله على هذه حيت كاين عندنا حنا اللي كيبغيها رطبه وكاين اللي كيبغيها طيبه مزيان مقرمشه. هذا هو هذه هي البيتزا الثانيه البنات. هذه راه جات حاره ومقرمشه طيبه مزيان، هذه مقرمشه نيت. شوفوا راه كنوريها لكم من التحت راه زوينه كتجي حرشه من التحت زوينه. مهم اللي عجبها الفيديو دير لينا لايك واللي كيشوف القناه اول مره يدير لنا ابوني.